مشاهدينا من كل مكان، اهلا بكم، معكم الرشيدي خالد من محافظة اسوان. النهاردة بنسلط الضوء على نموذج ايجابي جدا لشاب اسواني ابتكر ماكينتي لحصاد القمح في اقل من ساعتين. النهاردة لما هنشوفه هنتفرج على الماكينتين، الماكينة الاولى بتعمل بالبطارية والثانية بتعمل بشكل يدوي. كمان لما هنيجي نفتش ونشوف الاسباب اللي دفعت ابن اسوان لابتكار هذين الماكينتين، هنجد ان هو بالفعل بيجسد مقولة، وهي مقولة الحاجة ام الابداع، الحاجة ام الاختراع. كمان يا جماعة، وانا يعني قبل البدء في هذا اللقاء، تعالوا نشوف كده مشهد الماكينتين وانت بتشوفهم كأنهم ما اشبه به ماكينة الحلاقة، بس هنا مش حلاقة شعر، لا، هنا حلاقة القمح وحلاقة الارض. كمان ده بيستدعينا لايه؟ بيستدعينا الى ضرورة استثمار هذه الافكار ومحاولة تقديمها للمجتمع باعتبار انها تقدم فائدة وتعود بالتنمية على الارض وعلى الزراعة بشكل اعم واشمل. هنتعرف على ابن اسوان ويحكي لنا كيف بدأت معه. الصلاة والسلام على رسول الله، كان ما لم يكن ولا. طبعا بنرحب بكم، اهلا وسهلا بكم. طبعا بداية الموضوع ظهر معايا اني كان معايا قطعة ارض، فحبيت ان احصد فيها يعني، فما كانش في موجود نسبة عمالة طبعا بسبب وجود الاشبه بمكهة الحلاقة، لانها صح مأخوذة من مكهة الحلاقة. مكوناتها انها بتشتغل بالبطارية، فيها نظام عوامة والسلاح بتاعها قوي جدا. المكنة دي تقدر انها تحصد الفدان الكامل في اقل من ساعتين. صنعتها بعد ما خلصت قطعة الارض بتاعتي من حصيدها، قررت اني اجرها. طبعا مش قررت، هي الناس طلبت انها تاخدها وتستخدمها لانها سريعة، فاجرتها. وبعد كده صنعت واحدة تانية وفي الثالثة، اما في الرابعه فجتني فكره، وهي فكره طبعا احسن وبكتير من البطاريه، لان الفكره اليدويه دي ما بتحتاجش ولا بنزين ولا كهرباء ولا اي حاجه، فهي يدويه زيها زي المحش، الا انها سريعه جدا، اسرع من المحش بحوالي 20 او 30 مره كمان. ممكن اني اطول السياخ اللي انتم شايفينها دي، واطول السكينه دي، وممكن اكل متر في متر من الارض في لفه واحده زي كده. فادي القصه يعني كلها، يعني ده بيفيد المزارع، لان دول بيشتغل بالمنجل وبيحش الارض بالمنجل، بتوفر عليه الجهد وبتوفر عليه عرقه، بتوفر عليه حاجات كتير. فشايف ان دي طبعا اول ما بدات تظهر راحت المزارعين جات عليها وطلبتها، فصنعت منها، واللي بطلبها حاليا اليدويه دي بصنعها له على حسب الطلب يعني. ودي طبعا حتى كسعرها اقتصادي. جدا اقتصادي جدا. وانت حتى اكدت لي ان الماكينه اليدوي دي ما فيش منها اثنين في العالم، يعني هي دي الماكينه الوحيده حتى في العالم. اولا احب ماشي تمام اوضح لك ان اليدوي ما فيش حاجه يدويه اصلا غير اللي هو المحش. طبعا المزارع، اي مزارع يسمعني عارف الكلام ده، ما فيش حاجه الا المحش او المنجل بنقول عليه. اما دلوقتي بيجي في حاجه اسمها هي دي بديله المنجل، واسرع حوالي 30 مره. انا ممكن اخليها اسرع بكتير، لاني ممكن اطول زي ما قلت لحضراتكم السياخ دي، واطول السلاح واكبر نظام البليه بتاعتها، فمن لفه واحده ممكن اخليها تحش قطعه كبيره من الارض. وده كله في خلال ساعات معينه يعني. طبعا الفدان تاخده في كامل يدوي؟ لا والله، على حسب سرعه ايد المزارع. اما المكنه فهي على حسب سرعه ايدك انت وجهدك انت. بس انت مصممها تصميم شيك جدا على فكره، يعني بتطلع عجل ومدلعها كده. هي واحده، مش بتبيع مكنه، انت بتبيع عروسه. هي واحده شكل عقرب او شكل طياره صغيره، وتصميمها تصميم دايره، لان السكينه نفسها دي بتلف دايره، فبتاخد دايره. بس حضرتك وحاطط لها عجل ودايره وكل طبعا عشان تتحرك وتاخد، تبقى مريحه مع المزارع، تبقى مريحه وامنه حتى. طب هي فيها امان؟ بالنسبه للامان، هي لو انا حطيتها ولفيت عليها سلاح لحتاكله.
يعني انا دلوقتي ممكن تاكل اي حاجه تخش، بتفرم على طول، اي حاجه على طول. اي حاجه تخش جوه القضبان دي السكينه دي تقطعها على طول. فامانك انك تخليها قدامك زي ما انت شايف كده، واي حاجه هتخش جوه القضبان، جوه القضبان حرفيا لحد الشارع. ودي سعرها كام دي؟ والله حسب تصميمها، في منها صغير في منها كبير. اللي قدامك دي هي الصغيره دي، دي ببيعها ب 700 جنيه بس. دي ب 700؟ في منها وسط وفي منها كبير. وفي منها وسط وفي منها كبير. في منها. لكن انت بتشوف ان اصلا كان فكره المكن ده كان قائم بالايجار من قبل يعني. هو اول ما بدات اصلا انا ما بداتش عشان ابيع، بدات عشان خاطر زي ما قلت لك قطعه الارض اللي عندي، فما لقيتش عماله معايا، فلجأت اني اصمم المكنه دي اولا اللي هي البطاريه. كده احنا خلصنا اليدوي. لا انا عملت دي الاول. فالناس طلبت دي اكتر. ليه؟ اشتغل من غير بطاريه او بنزين او اي حاجه مفتحه. مكلفة يعني. ما بتحتاجش اي حاجه، ومش هتعطل معاك لانها كلها حديث في حديث، مش ما فيهاش حاجه تعطل. لا وبعدين المزارع معروف ان هو ايده خشنه. وعنده قوه. طبعا يعني طبعا اعتقد ان دي بيسموها بتوع الفافي، لكن دي مش هتنفع معاه، لكنها سريعه جدا بامانه. دي اسرع طبعا بكتير من المكنه اليدويه. دي اسرع. طبعا. بس دي موفره في كل حاجه، واعطالها تكاد انها تكون 2%، يعني اعطالها قليله قوي، مفيش اعطال. تمام. وانت طبعا بدات طبعا تنشر الفكره دي طبعا. هو انا ما بداتش، انا ما نشرتش حاجه، انا لما الناس شافتني شغال بالمكنه بتاعتي في ارضي، فالناس لجأت انها تاخد مني المكنه عشان تشتغل بيها، عشان برضو الناس كان مش لاقيه برضو عماله تشتغل بيها. وانت شايف ان دي طبعا لما بسبب ان ما فيش عماله كانت هي البديل عن العماله يعني. طبعا عن العماله اليدويه. طب دي بقى انا عايزك توقف كده توري المشاهد شويه الحركه. والله حركتها سهله، هم اللي بيحركوا. السلاح دي سلاح قوي جدا برضو، لو لاحظت هو اللي انا مركز السلاح اهو، هو السلاح زي ما انت شايف. شحن دي. شحن. بسهوله جدا. تمام. أيوة. امشي كده بيها كده يعني. تمشي بيها. بتتحرك بسهوله جدا. بس تمام. بس هي الناس يعني بامانه الناس حبت وراحت المكنه اليدويه اكتر بكتير من المكنه دي. يعني كان عليها اقبال عشان بتكون موفره شويه. موفره وعمليه واعطالها اقل من دي بكتير. طب انت ايه اللي شايفه ممكن نطوره في الفكرتين دول كده يا رامي؟ اولا تطويري حيكون منصب اليدويه دي، لان اصلا ما فيش حاجه يدويه في يد المزارع الا المنجل، لكن دي حاجه يدويه في يد المزارع وهي اسرع بكتير طبعا زي ما قلنا. وطبعا انت شايف ان الصعيد هو طبعا مشهور بيه بالزراعه وفي اكبر رقعه زراعيه طبعا. طبعا. فبالتالي انت لما عملت ده كان مهم جدا ليهم يعني. الناس طبعا كانت سعيده بالفكره. طب اغرب انتقاد جالك يا رمضان؟ اغرب انتقاد جالي هو عموما انا ما بسمعش كلام الناس، ما بوصلهمش اصلا. لا ما احنا لازم نستفيد. ما فيش يعني انتقادات. كلام الناس ده مهم ليه؟ لا ما فيش انتقادات خالص جات لي. ليه؟ لان ممكن واحد النهارده يديني فكره احسن من اللي يديني فلوس. ما انت بتقول بدليل ان انت لما شفت ان كان في ازمه في العماله. ما بدات انت ولجأت الناس وتطلع بره. تمام. هل في انتقاد او ملحوظه معينه مثلا؟ والله هو مش انتقاد، هو كان في ناس في يعني مثلا على المكنه دي الفكره اللي قلتها لك ان نزود الاسياخ ونزود الطول بتاع السلاح ده، هي الفكره دي انا هي الفكره دي الناس بقت تقولها لي كتطوير لي. كتطوير كويس. لكن كحد يعني مش عارف اقول لك ايه، بتوجه الفكره؟ لا ما فيش. بس لا بس لكن بقيت. هم عايزينها بدل ما عايزين يطوروا فيها يبقوا 12 سيخ. او يطولوا. كده يعني هنا مثلا شايفك عامل لها مفتاح لو عملنا لها مثلا شريط نور بالليل. ما لا ليها نور حضرتك يعني. ليها نور بس بالطريق. تشتغل بالليل. يعني انت عامل لها نور. طبعا. وعامل لها كونتاكت اهو يعني. تشتغل منه. تمام. يعني زي التوك توك كده ما شاء الله. حاجه جميله خالص. وطبعا شفت ان كان في رد فعل ايجابي من المزارعين. كتير طبعا. طب
طب ما حاولتش برضو ان انت تسوق اكتر للفكرة دي؟ والله تسويق يعني طبعا ده مهم يا جماعة. ليه؟ لما احنا بنشوف مثل هذه الافكار لا نبدأ اهو زي ما احنا بنسلط عليها الضوء عشان لا تقتصر على اسوان، لا تبدأ تنتشر وتجوب وتكون بمثابة سفير في كل مكان، تخدم الزراعة في اي مكان. لان زي ما اكدت مع حضراتكم الزراعة دي حتى ليست ملكا للمزارعون انفسهم، هي ملكا للوطن. التنمية اللي بيقوموا بيها اهالينا المزارعون لا هي في النهاية بتخدم كل نفس بشرية. وبالاضافة كمان ان احنا حتى المحاصيل المهمة اللي مصر بتشتهر بيها بنصدرها للخارج. لما نشوف ان رمضان بيفتكر فكرة ايجابية وبيحاول ان هو يخفف على المزارعون، طب ما تعالوا نساعد الناس، تعالوا نلتف حول هذه الفكرة، لو فيها اضافات نبدأ نضيفها نطورها عشان تكون الفكرة كمان منتشرة بشكل يعني ايه اوسع واسرع كمان. تمام. وانت رمضان ما لفتش انتباهك ان انت تسوق لده؟ لما انا قلت لك التصوير على الفيس مثلا، حاولت تروح مثلا لمديرية الزراعة، تروح للمعنيين؟ والله انا معايا ماكنتين يا جماعة، ماكنتين متميزتين مثلا، ما اتحركتش. لا والله ما تجيرانك المزارعين لما برضه قالوا احنا عايزين نشتري. وطبعا ما ضيعتش وقت اني اروح لاي جهة. التسويق كان شغال عن طريق ان الناس شافت الفكرة خلاص عايزاها. فالفكرة هتوسع من خلال الناس مش من خلال اي جهة تانية. حلقت الارض، اقصد حصدت الارض يا رمضان؟ طبعا حصدت كتير بيها. جدا. فوفرت جهد ووقت على الناس. جهد وعرق طبعا. وان شاء الله انت هتحاول برضو تستغل وتستثمر. انا هطور ان شاء الله، وان شاء الله كمان في فكرة ثالثة بالنسبة للحصيد القمح ان شاء الله اشتغل فيها وتكون جاهزة ان شاء الله في موسم جديد ان شاء الله. ان شاء الرحمن. امنيتك الاخيرة؟ والله يصلح على حال العباد طبعا. اللهم امين. لو في مسؤول سامعك تحب تقول له كلمة اخيرة؟ والله اقول له عشان هو انت كده بتوجه له رسالة. والله احنا بنطلب من ربنا مش بنطلب من اي حد تاني، ان ربنا يعيننا ويدينا، بس ما نطلبش اي حاجة من اي حد. يعني اكيد انت بتحاول ان تخلي برضو كل اجهزة الدولة سواء المسؤولين يبدأوا ان هم اللي يشوفوا فكرتك. والله اللي يشوف الفكرة وعنده اي حاجة ممكن يقدمها فاهلا وسهلا، وانا وشكرا لي. رقم تليفونك للجميع؟ والله يا رقم التليفون حافظ رقم تليفونك؟ لا حافظه بس عشان شوف يا جماعة يعني من كتر ما هو بيفكر كتير ليس رقم تليفونه. لا حضرتك ادي جمال اهل اسوان اهو. لا بس هو عشان جديد، بس مش حكاية هو عشان جايب رقم جديد. ليش وقت الناس دي اي حد مفكر ومبتكر ربنا يخليه، اي حد كده بلا فكرة وبلا هدف وبلا رؤية تلاقيه حافظ ارقامه وارقام اللي جنبه وارقام الناس اللي بعده. والله يا ربنا يخليك. 03 وحايد 68 36 238 238. وطبعا بشكر الناس كلها اللي وفت جنبي، كلهم من غير ذكر اسماء او اول واخر، بشكر ربنا طبعا. اكيد طبعا، اكيد اسرتك شجعتك بكده. اكيد طبعا. بشكرك يا رمضان، ربنا يخليك. كل مكان طبعا احنا بنهتم بالابتكار، بنهتم بالابداع، بنهتم بالمخترعين عشان خاطر هم دول ذخيرة الوطن. لما نشوف ان في اي فكرة ايجابية ومضيئة لا احنا هندعمها، هنروح له في اقصى الجبال، هنروح له في الاماكن حتى لو كانت حارة وشاقة ومتعبة. ليه؟ لان الناس دي ايضا لما بتكرس اوقاتها من اجل تقديم مثل هذه الافكار هي بتخدمنا وبتريحنا وبتسهل علينا مأموريتنا. اتمنى طبعا لو بيتابعني وزير الزراعة، كل المعنيين في الحكومة بدءا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نشوف فكرة ابن أسوان رمضان في مركز إدفو ونشوف كيف نطورها، كيف نحسن، سواء فيها محتاجة شوية تاتش كده بسيط نبدأ ان احنا نعالجه ونستفاد كمان ايضا من المبدعين والمفكرين والمبتكرين. بشكركم وبشكر حضراتكم، وكان معكم الرشيدي خالد.